افريقيا. خلينا نتابع هالكرة الملعوبة داخل منطقة الجزاء. اول اهداف المباراة عم تسجل للصفاص. الملعوبة من افريقيا لداخل منطقة الجزاء. سجلن محمد ياسين بالدقيقة الثالثة والدقيقة 28. كرة من جونيور لمحمد ياسين. وين الهاتريك؟ ياسين 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 محمد ياسين والهاتريك عم يسجله بهاللحظات. جول أول للنجمة عم يسجله اللاعب سعيد. فاز خطأ والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. والهدف الرابع للصفر. الصفر عم يسجل الهدف الرابع بعد الخطأ الدفاعي. الخلف حسين عياش عند سليم مسلم والكرة الأمامية. ما في تسلل ما في تسلل. في هدف خامس. جول خامس للصفر لابراهيم. المهنة عم بيعكس كرة لمين يا ابراهيم؟ عند محمد ياسين عم بتروح. والهجمة المرتدة ما في تسلل. الجونيور 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 الجونيور. الهدف السادس. الهدف السادس والهدف العاشر للجونيور بالبطولة. هيدا الهدف العاشر للجونيور على مستوى بطولة دوري الشباب.